مشاهد التعزيزات العسكرية بعشرات الآليات والمدرعات التي تصل تباعاً إلى القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي من قبل الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية، وخاصة باتجاه جبهات مأرب والجوف وشبوة وشرق صنعاء، يقول مراقبون إنها تنذر بمعارك وشيكة إن لم تنجح مفاوضات الكويت، وإن هدفها الوصول إلى صنعاء انطلاقاً من مأرب ونعم، والتي تقول مصادر جنوبية إنه حشد للمشاركة فيها المئات من أبناء المحافظات الجنوبية، وسط رفض قيادات جنوبية الدفع بأبناء الجنوب إلى القتال في جبهات الشمال. المجندين الذين يتم استخدامهم من مختلف المناطق الجنوبية إلى مأرب، أعتقد أن هناك توجه لدى التحالف العربي تفجير معركة جديدة مع جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في منطقة نهم شمال العاصمة اليمنية صنعاء في حال فشلت المفاوضات الكويت الجارية في الكويت، وفي تقديري هناك مؤشرات كبيرة لفشل المفاوضات. ويتطلع اليمنيون إلى زيارة سيجريها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الكويت يوم الأحد المقبل لحث الأطراف اليمنية على التوصل إلى اتفاق سلام يتوج أكثر من شهرين من المفاوضات المتعثرة، ويتوقع أن يعرض بان كي مون خلالها خارطة طريق على الأطراف اليمنية المتفاوضة. لا أعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة في يده عصا سحرية أو سيأتي بمعجزة ممكن أن تصنع الحل اليمني، لكن أعتقد أن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ يحمل خارطة طريق للحل. ربما يأتي الأمين العام على هامش زيارته للكويت لتدعيمها أو لطرحها على الأطراف أو لإحراج الأطراف للقبول بها. يخشى الكثيرون من أن يؤدي استمرار القتال وبوتيرة أعلى مما هو عليه الآن إلى تفاقم التداعيات على اليمنيين اقتصاديا وأمنيا، حيث يحذر مراقبون من أن ذلك من شأنه مضاعفة أعداد الضحايا المدنيين الذين بلغوا نحو 27 ألف شخص بين قتيل وجريح، ثلثهم تقريبا من النساء والأطفال. في انتظار أن تطرح خارطة الطريق الأممية وتتضح بنودها والتي يتحفظ جميع الأطراف اليمنية على بعض مما جاء فيها، يخشى اليمنيون من تجدد دورة العنف والمعارك وبشكل أكبر مما كانت عليه في حال فشلت مفاوضات الكويت. مختار الشرفي، الحرة، صنعاء.